السلام عليكم، صباح الفل، عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة بتاع الجراوي. هتشوف جراوي اسعار بتبدأ من 300 جنيه. ايوه 300 جنيه. هتربي جيرمان ب 300 جنيه. صلي على النبي، اهم من اي حاجة. لو حابب تضغط لايك تمام، حابب تشترك معانا تنورنا في الاسرة بتاعتنا. يلا بينا نبدأ نشوف ايه اللي معانا. جراوي جيرمان تمام، حاجة عم سعيد معروف، يعني معروف في المجال. جريفون بيت بولايا البيضة دي، انت يا بيت اصحي يا بيت. وفي حتة رويال بلاك سودا نايمة جوه. اصحى اصحى، لا يغفلوني. حتة رويال اهي جروية، وده هزاز، ولف هزاز. البنوتة دي العسلية، البنوتة دي اللي كل ما تكبر وشها يفصل ودماغها تكبر ما شاء الله. جروة ايه جيرمان؟ في بيكنور ولا بيكنور ورويال بلاك اهو. الاسعار ايه يا عم سعيد؟ ب 2500 القص. البنوته دي ب 1500، ناديه خالص. الدماغه دي حلوه يا جدعان. رقم التليفون كام يا عم سعيد؟ 012 2 3 3 0 2 5 9 0. اللي عايز حاجة يكلم عم سعيد على طول. عجباني الموزة دي ما شاء الله. وكان في ناس بتدور على حاجات بيضة، هي بيضة خالص، مفيش غير ايه، نظارات. مفيش القديم، مفيش بوز، دماغ حلوة كويسة جدا. دي بنوتة بكنيز للي بيحب ايه، اللعب الصغير. أجاب السلام. سعرها كام؟ سعرها ايه؟ عندها 55 يوم الحمد. 55 يوم؟ اه ان شاء الله. سعرها 750. 750 جنيه. دبدوبة لعبة. رقم التليفون كام؟ 012 2 4 4 6 9 0 8 2. اللي عايز حاجة صغنونة يا شايف ان شاء الله. الله جرو جيرمان اهو، شعراية بتاعي بنوتة ان شاء الله ب 1200. بص شعراية جميلة. دول ب 1000 جنيه جرو. 40 يوم. 40 يوم. اديني رقم تحت على الارض. معجب بالجزمه ان شاء الله. ب 1000 دي؟ ب 1000 دي، ودي ب 1000 ونص، 1200. اديني رقم التليفون كده. 012 012 060 060 39 39 032 032. جولدنية دي برضه. جولدنية دي عندها قد ايه؟ عندها 3 شهور. 3 شهور؟ بكام؟ يا شهير حسولة. ايه؟ بكام؟ 900 جنيه. ب 900 جنيه. لذيذة.
في برضه جريفونات اهي. الكلب ده ب 300 اي حته. بنته ولا اهدي 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 خلاص. دي جيرمان كبيرة. جراوي جريت دين ده بنته ولا ولد ده؟ ده ولد ده. ودي الصايعة دي اللي انا معجب بيها. بكرش عليها الكلب دي. لذيذة. الحتة بواحد بألف. ده لابرادور؟ بألف ونص. حتة بألف ونص. اديني رقم التليفون كده. 012 12 11 35 88 جرب 1000 ونص. بنوته صايعه 3 شهور بس دم حالي. امسك ده هخلص الزبون ده. عندها قد ايه؟ او 3 شهور. سعرها كام؟ ب 2000 جنيه. الطعام. اديني رقم التليفون كده. 012 012 79 75 1 887. يا صايع. شو وصل ده؟ تطلع شرسه. ايه اهو. كويس. جرو جيرمان اهو. ده ولد؟ ولد. عنده قد ايه؟ 3 شهور. سعره كام؟ 1000 ونص. 1000 ونص. والجراوي الصغيره دي عندها قد ايه؟ انت بنوته. انت شكلك الواد والله زي ما توقعت. انت الولد. الجراوي من دول واحد بكام؟ 300. ماشي. اديني رقم التليفون كده. 012 04 93 51 99. جرو من دول جيرمان عايز مراعية ب 300 جنيه وده ب 1000 ونص. اهو جرو ب 300 جنيه للي عايز ايه؟ عايز كله يربي. يلا. كلب في دم حلو. ده ولد جولدن. بص دمه خفيف جدا ما شاء الله عليه. حاجات من اللي بتتفرج عليها تتبسط. بس لولو جولدن. هو جولدن من غير لولو. هو جولدن. كلب جولدن لعب لعبيه. ولد هو صح؟ اديني رقم. عنده قد ايه؟ عنده 3 شهور. 3 شهور شهرين ونص. سعره كام؟ عايزين في 1000 ونص. 1000 ونص. طب اديني رقم تليفونك كده. 012 00 17 57 11 عسل. قعد بفطر للطعم. جميل ما شاء الله. كل سنه بنطلع له رز. كل سنه هو ما كملش سنه. عسل ما شاء الله. اللي عايز حاجه جميله يربيها في البيت. ده جروه. جروه هاسكي. جروه هاسكي
60 يوم عين الاثنين زرقاء. ولد هو كفايه كفايه. بقول لك ايه، هتقول لي انا عايزك اهو. انا يا حاضر اديني رقم تليفونك كده. هو سعره كام الاول؟ هو سعره 1600. وفي كلام؟ في كلام. ماشي، طب اديني رقم التليفون. 012 0 63 63 تاني. اه 816. دي بنوته. دي بنوته بكنوها. عندها قد ايه؟ لسه 45 يوم. 45. ما هو فين البوز؟ وديته فين؟ مفيش بوز. ما انا بسال عليه. ما شاء الله لعبه بكنوها حاجه جميله خالص. 1500 وفيها كلام. 1500 وفيها كلام كمان. ما شاء الله. والواد الهاسكي ده انا مصوره. طب اديني رقم التليفون كده. 012 044 05 953. صح؟ ده قط ولد ابيض وعينه خضر. عينه عسلي. مش اليف خالص. بتاع لعب قوي. عنده قد ايه هو؟ ده؟ اه 6 شهور. 6 شهور؟ ممكن اشوف سنانك يا جميل؟ اه ماشي. عايز فيه كام؟ دلوقتي عايز فيه 150. 150؟ طب اديني رقم تليفون. 012 012 10 10 10 68 68 26 26 93 93. تهززيات اهي. ايه امال ده لوكيشن وده رد رد على قده. ماشي. طيب ده سعرهم كام؟ ده عامل 1000 وده عامل 800. طيب ماشي، اديني رقم التليفون يا معلم. 012 2 56 81 790. ماشي. العنبري ده عامل كام العازب ده؟ جراوي جيرمان. 800. العنبري. ولد ده ولد ده. ده ولد وده ايه؟ وده ولد برضه. ولدين. ولدين ان شاء الله. على كام الجرب؟ 800. ب 800؟ اديني رقم تليفونك كده يا باشا. 010 98 98 تاني. 90 57. اللي عايز حاجه جرب 800 جنيه يا جماعه. اوعى اوعى. ذكر اهو ب 800 جنيه. دي بنوته اللي هي ايه؟ يطلق عليها وقع في قعر القفه. حته جميله كده جيرمان. استنى تعيد. اوبا. حجمها حلو. تلاش يا مش هتروح بعيد. سعرها كام؟ 600 جنيه. اديني رقم تليفونك كده. رقم التليفون. عسلية يا بنت اللذين. جميل. زيرو 012 73 55 95 95 64 64. اللي عايز حاجة يكلمه على طول. ب 600 جنيه. دي بنوتة لعبة بكنو. فكرتني بسيمبا قوي. مش عارف هي، مع ان طبعا هي تقلبها اعلى بس ايه. بكنو ب 1000 جنيه. الراجل قدامي اهو قال له على الخلاص ب 1000 جنيه. صح اهو قال اخر حاجة 1000 جنيه. ماليش دعوة. اديني رقم تليفونك يا معلم. ماشي ماشي. طلع مش عارفه. ماشي ماشي.
هي اخرها كم معلش قلت لي بجد 1200 جنيه 1200 جنيه اخر ماشي 012 71 63 99 99 68 68 اللي عايز ايه حاجه يلعب بيها بس مش طبيعي مش حجم فين الحجم فين الكلب فين السدين ايه ده لعبة بالصلاة على النبي كلاب بكنوا شواوا جريفين جولدن جولدن برضو صف حلو بس صحيح موزة لا والله مش هفضل قلت انت تحسه كائن اجتماعي لو ما فضلتش تلعب معاه كتير يكتئب ايه انت انفرد من الشمس يا معلم ده بقى الشقاوه بتاع كل سوق ده شقاوه ولا بص مجنون ايه ايه خد تعال اهو خد تعال لا مش شرس هو بيلعب بس يلعب معاها يلعب معاها يلعب معاها يلعب معاها يلعب معاها خلاص خد تعال طب ما تزعل نزل تحت ده بج على تقريبا بيكنوا او حاجه تانية مش متذكر عنده عصافير عنده قطط افتح لنا الكيدج ده والنبي اهو بيتفتح العكس شد كده الله طبعا متاح عنده بيبيع كيتشات زي دي حاجات صغيره لازم عصافير قلنا احنا موضوع العصافير لسه بتفتح ايه اصلا شرازي روم شرازي روم ايه عايزينها روحي نادي البلال من عند ده الكارت والعنوان فيه اللي عايز يتصل عليه او يتواصل معاه تعالى وصل على النبي وليه عنوان اهو 39 شارع عزيز فهمي كليوباترا زنانين عايز يزور المحل يتفرج يبص على الدنيا فيها ايه في كلاب كبيره وفي كلاب شرسه بس اكيد مش بينزل بيها هنا وفي ال يعني هو مش هيعمل اي حاجه لغايه الزبرا لما انت تشوفه وانت بتاعه وانت لما تشوفه في الشارع ثابت روح اي حته عسليتي يا ريت لا في نهايه الفيديو عايز انوه على نقطه معينه في جراوي مش بيور لدرجه انها تكاد تكون بلدي اللي يطلعها تحت بقى في الكومنتات وقول لي في الدقيقه كام عرف الناس انهي جراوي بالظبط ساهم في ان الناس تعرف مش هقول انهي جراوي انت اللي هتقول يا اللي فاهم بص على الكومنتات اكتب لي كومنت ما تنساش قبل اي حاجة تصلى على النبي اهم حاجة ولو حابب تشترك او تعمل لايك على دماغنا من فوق صباحك فل وسلام عليكم.